قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن التركي المالكي إنه إلحاقا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد. فقد نفذت القوات المشتركة للتحالف فجر اليوم عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية والتي تحدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن التركي المالكي إن القوات البحرية للتحالف دمرت زورقا مفخخا أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة. وأضاف العقيد المالكي في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية هواس إن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح الخميس محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بقيامها بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد. قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وبين العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وتهديدا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية. جددت ميليشيا الحوثي الإرهابية خروقاتها اليومية للهدنة الأممية ومواصلة التصعيد الخطير على أكثر من مستوى في مختلف جبهات محافظة الحديدة. فقد شنت الميليشيا الإنقلابية قصفا مدفعيا عنيفا شمل مواقع متفرقة تابعة للقوات المشتركة شرق مدينة الحديدة، وإلى ذلك اندلعت مواجهات عنيفة مساء الخميس بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي في عدة مناطق بمحافظة الحديدة. وحسب المصادر إن المواجهات وقعت في مناطق عدة في الأطراف الشرقية من مدينة الحديدة، ولفتت إلى أن المعارك ترافقت مع تبادل كثيف للقصف بمختلف الأسلحة بين الجانبين. وأشارت إلى أن تلك المواجهات تزامنت مع غارات لمقاتلات التحالف العربي على مواقع للحوثيين بعد معلومات عن تحركات مشبوهة في منطقة الجبانة بأطراف المدينة. أحبطت قوات الجيش والمقاومة محاولة تسلل فاشلة نفذتها عناصر الميليشيا الإنقلابية شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وقال مصدر عسكري إن مواجهات تجددت عقب صلاة الجمعة بعد أن تسللت مجموعتين من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية تسللت من سيلة حجار لتنفيذ هجوم مباغت على أبطال اللواء الرابع من الخلف. وكان العشرات من ميليشيا الحوثي الإنقلابية قد لقوا مصرعهم بين قتيل وجريح في مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت مساء الخميس شمال وغرب قعطبة، ودمرت مقاتلات التحالف العربي آليات وتعزيزات لميليشيا الحوثي الإنقلابية كانت قادمة من محافظة إب. شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتحركات وتجمعات ميليشيا الحوثي بمحافظتي صعدة وحجة. وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف شنت 3 غارات على مواقع الحوثي بمديرية باقم وغارتين على تحركات الحوثي بمديرية الظاهر بصعدة. ولفتت إلى أن المقاتلات شنت أيضا 3 غارات على مديرية حرض وغارة على مديرية مستبى بمحافظة حجة.